توترت ليه؟ لا لسه لسه شوية. الأسئلة صعبة. يلا قدها؟ جاهزين إن شاء الله. قدها وقدود؟ تنورتوا ليه؟ كانوا عايزين الموضوع. لا ما هو اللي جاي صعب. اللي جاي صعب. أبتدي معاك منين ولا منين ولا منين؟ لماذا تم التعتيم على وقف قيد نادي الزمالك لمدة 3 شهور من اللجنة حسين لبيب؟ هو تعتيم غير مقصود، لأن احنا بنسعى في حل المشكلة، ولغاية دلوقتي على فكرة برضه بنسعى في حل المشكلة، لكن التعتيم مش مقصود بحاجة خالص، بالعكس كنا بنشتغل برضه وبنشوف الصفقات اللي ممكن نتعاقد معاها ونشوف ازاي نحل المشكلة. مش لازم يا كابتن شادي تصدر مشكلة للرأي العام وأنت لسه ما خدتش فرصك في حلها. الديون فعلا 6 مليون يورو؟ الديون خاصة بإيه؟ احنا على فكرة الديون عندنا الغرامات والقضايا واللعيبة يعني تصل لحوالي ممكن بالمصري يعني نقول من 120 مليون جنيه مصري. 6 مليون يورو تقريبا. سيبها بقى. تمام. اللجنه كانت هتعير اللعيبه للخليج عشان توفر فلوس؟ هو برضه هو السياسه بتاعت اللجنه كانت واضحه. اذا كان في لعيب ممكن الجهاز الفني يستغنى عنه لفتره معينه ويكون الاعاره لمصلحه اللاعب فنيا انه هيلعب هناك اكتر، وده يمكن حصل الموسم السابق، شفنا لاعبين في الاعاره تطوروا جدا 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 ورجعوا تاني للنادي. اذا كان المدير الفني موافق على الكلام ده، اذا كان في مصلحه اللاعب بنعير اللاعب والنادي يستفيد طبعا ماديا. لو قلت لك اسماء اللعيبه هتقول لي صح ولا غلط؟ اسماء اللعيبه على ايه بس؟ اللي كانوا هيخرجوا في الخليج؟ لا مش هقول لك. الونش و مش هقول لك على اسماء اللعيبه خالص. الونش وزيزو. زود الموسيقى. زود الموسيقى. يا دوك لا لا بص يا كابتن شادي، مش عايزين نحدد اسماء بعينها، ارقام بعينها، لان يعني دي برضو حاجات خاصه معلش النادي الزمالك. السؤال اللي جاي صعب ومش عارف هتجاوبه عليا ولا لا، والجماهير بتحب تعرف كل حاجه. هل اللجنه اللي موجوده جددت لكارتيرون 3 سنين عشان الفيوسات بتاعت الوحده الاماراتي؟ لا، اللجنة جددت لكارتيرون عشان هي مقتنعة بكارتيرون ومقتنعة في نفس الوقت بأن تجديد كارتيرون هيساعد في استقرار نادي الزمالك. كان في معلومات عندي من الكواليس إن كان في فيوسات ما اللجنة سمعتها وهو بيتفاوض مع الوحدة الإماراتي، ده صح ولا غلط؟ على حد علم أنا لا غلط. احنا جددنا الكارتيرون لما طبعا الكلام ده اشيع في الاعلام ان هيروح الوحده او غير الوحده او الكلام ده، ولكن احنا جددنا له لان هو راجل يعني بيحقق بطوله مع النادي وعاوزين يستقر مع النادي عشان الفريق برضه طمعانين بعد كده في بطولات تانية جايه. تيجي هنا كنتوا هتمشوه في وقت هنا كانت مشيتوه في وقت من الاوقات؟ كنتوا بتفكروا تمشوه؟ نمشيه؟ لا بامانه حياتك عندي لا. الاستاذ ممدوح عباس بيتدخل في عمل اللجنه؟ امال ليه في الكواليس الناس كلها بتقول كده؟ طب قول اتدخل في ايه طيب؟ يعني ايه القرار اللي احنا عملناه عشان تدخل اللجنه؟ ما حدش ابدا من الخارج بيتدخل في شغلها. اتدخل في مكافئات اللعيبه بتاعت الدوري؟ لا ما تدخلش، ده يعني قدم مكافاه للاعبين. لو عاوز تقدم مكافاه تعالى قدم، يعني مقابل اعلانات؟ لا قدم مكافأة ما حد معلش اي علامه حاجه خالص. هو الراجل قال عاوز اكافئ اللاعبين فقلنا له ما فيش مشكله. مش اللعيبه راحت المستشفى؟ بس ما كانش هو ده المقابل، يعني ما شفناش ان ده عشان اعلان للمستشفى، شفنا هو عاوز يدي مكافأة للاعبين. ولو اي حد من محبي نادي الزمالك حابب يدي مكافأة للاعبين، ما اللي يمنع يعني؟ انت طلبت مني اروح هنا. اروح. فانا هروح هنا بس طيب. السؤال بتاع هنا هيبقى اصعب. طيب ماشي. اختلفت مع كابتن حسين لبيب عشان الانتخابات؟ بص يا كابتن شادي، من اول يوم دخلنا فيه ارجع تاني هنا حسن. من اول يوم دخلنا فيه اللجنه مفيش حد فينا اختلف مع التاني. على الاطلاق. احنا ممكن نختلف في وجهات النظر جوه الاجتماعات واراء مختلفه شويه، ممكن جدا، لكن يكون في بيننا خلاف او نختلف مع بعض بمعنى الاختلاف المعروف عند الناس، ده ما حصلش. نازل الانتخابات الجايه ولا لا؟ احتمال كبير. بنسبة قد ايه؟ مش عارف اقول نسبة دلوقتي برضو. ليه؟ لان لازم انا اكون شايف المشهد بوضوح.
عشان اقرر الكلام ده، لكن احتمال كبير اكون في الانتخابات القادمه. قرارك متوقف على المنافس ولا عليك انت؟ لا، قراري متوقف على المشهد العام للنادي هيبقى عامل ازاي، مش للمنافس بس. الفكره كلها مش انك تنجح في الانتخابات، الفكره كلها انك تنجح بعد الانتخابات. اذا قدر لنا النجاح في الانتخابات، طب يعني هو ده البوابه، لكن هنقعد على الترابيزه بعد كده هنعمل ايه، هنشتغل ازاي، هننجح ازاي، هنحقق احلامنا ازاي. هو ده الاهم، ده اللي بنفكر فيه. لو سالتك سؤال واضح لمصلحه نادي الزمالك وجمهوره وكيان نادي الزمالك، من وجهه نظرك مين تحب تشوفه رئيس لنادي الزمالك؟ يعني حقيقي ممكن احتار، لان رموز نادي الزمالك كتيره. قول لي ثلاثه. ما لو قلنا ثلاثه في 10 هيزعلوا، فاحنا رموز نادي الزمالك كتيره جدا. انا حقيقي اتمنى، وحتى اذا قدر لي دخول الانتخابات، اكون في مجموعه متناغمه متناسقه مع بعض تحقق نجاحات لنادي الزمالك. اقول لك انا ثلاثه. طيب ما نفس الكلام برضو. هتقول ثلاثه، ممكن نقول لك قدامهم 50 دايما وابدا. انت لسه يمكن بتقول لي قبل ما نبدا بالحركات اللي بتعملها دي كلها، يمكن بتقول لي ان دائما وابدا بعد اي عمل في ناس مبسوطه وناس زعلانه. فاحنا اذا عايزين نزعل حد دلوقتي بنقول 3 و4 و5. بس انا مش جاي عشان ازعل حد حقيقي. انا بحترم الجميع، انا شايف ان الجميع بيؤدي لنادي الزمالك، شايف ان في اخرين برضو موجودين برضو يمكن ما شاركوش قبل كده في 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 مجالس اداره نادي الزمالك، لكن تقدر تدي للنادي كتير جدا جدا جدا. من يتفق عليه الجمعيه العموميه، من اشعر ان هيكون في انسجام بيني وبينه في المرحلة القادمة، هقول أنا ينفع أدخل معاه انتخابات ولا لا؟ بحاول أصدق كل الكلام بصراحة. لا، ده أنت لن تصدق. ما تحاولش. هل تواجدك في اللجنة اللي كانت موجودة هتساعدك في الانتخابات لو نزلت؟ التواجد في اللجنة يعني برضو ما أقدرش أقول لك يساعدني في الانتخابات، لأن الانتخابات لها شكل آخر ولها طريقة أخرى وتكنيك تاني، ولكن بتساعدني أنا إن أنا شفت النادي بشكل مختلف شوية. يعني أقدر أتكلم دلوقتي عمليا، أقول أنا أحتاج في النادي أعمل كذا وكذا وكذا بجد، مش بتكلم من فراغ. فأنا شايف إنها تساعدني أنا إذا دخلت انتخابات في تحديد وجهة نظري إيه في المرحلة القادمة. طيب، أكيد كل واحد عنده طموح. طبعا. تمام؟ طبعا. من خلال أوضة اللبس، سؤال سهل خالص، أكيد أنت عارف طموحك إيه؟ نائب رئيس، عضو، ولا أمين صندوق؟ لو نزلت انتخابات. ده حقك المشروع. إذا نزلت، هو أنا حقيقي شفت ملف أمانة الصندوق مع الوالد قبل كده. يعني الوالد كان طبعًا أمين صندوق نادي الزمالك في فترة من أعظم فترات نادي الزمالك. فملف يعني برضو يعني أنا مش حابب أكون في موجود في الملف ده قوي. إذا يعني هنشوف برضو الخريطة العامة إيه، ولكن أنا بميل أكتر لنائب الرئيس. جاوبتك على السؤال أهو. لا، أنت كده وقعت في المحظور. ماشي، بتاع أوضة اللبس ده سبب الخلاف مع الكابتن حسين لبيب في الانتخابات اللي لا يوجد. قول اللي بيقولك الكلام ده في التليفون. مفيش حد بيقول لي حاجه، انا مذاكر كويس. هقول لك ايه؟ طب اتفضل. والله ما في خلاف اتوجد بيننا على الاطلاق. لو حطيت لك صوره كده اقول لك على حاجه يا كابتن شادي، بس قبل تعقيبا على السؤال اللي فات. عارف مجلس الاداره بنشتغل ازاي؟ لما يطرح نقطه بيبقى كلنا بنتكلم، واخر المتحدثين بيبقى الكابتن حسين لبيب دايما، بعد ما كله بيقول وجهه نظره ويعبر عنها، وبعدين بنوصل في الاخر يا اما نقتنع يا اما الموضوع دوت ندرسه اكتر لو في اختلاف ما بيننا. تقريبا 90% من القرارات كانت بالاجماع. الاهلي هياخدوا الدوري ولا الزمالك؟ الزمالك. اسم المندوق الحسيني، مع احترامي للالقاب واسم كبير داخل نادي الزمالك، ظلمك؟ لا، عمره ما ظلمني على فكره. اسم الوالد على فكره يمكن في برضه الوالد كان نائب سابق حتى في مجلس النواب. انا لما دخلت شفت حقيقي الناس يعني كان حبها لي عامل ازاي، وفي مجلس برضه في الزمالك نفس الكلام. عمر اسم الوالد، العكس، اسم الوالد اضافه ليا كبيره جدا 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 يعني. قول اخر سؤال معايا. تيجي تقعد واقف انا هي اسالك. صعب ما تسالش. انا بسال بس. طيب، شاسي لو اتعرض على الزمالك هترجعه؟ لو انا صاحب القرار لا. قولا واحدا. قولا واحدا. شرفتني ونورتني. بشكرك كابتن شادي. الحوار مع حضرتك ممتع جدا، وبشكركم، بشكر اللجنه من خلال حضرتك على
المجهود اللي بذلتوه خلال الفترة اللي كنتوا موجودين فيها، وعشان أنا لابس أبيض بقول لك مبروك على بطولة الدوري أشكرك. العام عشان دي الروح الرياضية. أشكرك كابتن سيادي، أنا لسعيد بوجودي النهاردة معاك حقيقي في الحلقة اللطيفة جدا دي، وأتمنى أن احنا نكون قدرنا نوصل معلومة للمشاهد والجمهور نادي الزمالك اللي يستحق حقيقي مننا الكثير. وأنا ليا بس حاجة أخيرة أقولها لجمهور نادي الزمالك، دائما وأبدا كون زي ما أنت داعم لفريقك ورا فريقك في كل الاتجاهات. مفيش فريق على طول بيكسب، مفيش فريق بيقع في دروبات، احنا خدنا بطولة الدوري العام الموسم السابق، ان شاء الله بإصرارك يا جمهور رقم واحد تقدر السنة دي برضو تدعم فريقك وناخد البطولة دي ان شاء الله. أعضاء الجمعية العمومية عليكم عبء كبير جدا 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 المرحلة القادمة، اختيار مجلس الإدارة القادم هو الـ 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 الأهم في تاريخ نادي الزمالك عشان نحدث حالة توهج بقى وازدهار لنادي الزمالك إن شاء الله.